لي ملاحظة نحوية بسيطة على الترتيل الهش الناس النهاردة. يقول لك ما رحمك يا إلهي كثيرة جدا، ما رحمك يا إلهي لا يحصى لها عددا. أقل تلميذ في ابتدائي يعرف أن نائب الفاعل مرفوع، يبقى لا يحصى لها عدد. ازاي لا يحصى لها عددا؟ اعرب ايه للي فيكم درس لغة عربية. ولذلك اقترح الاتي، لان لو قال لا يحصى لها عدد وما رحمك الهي كثيرة جدا، النغمة مش ماشية. فممكن نقول ما رحمك إلهي كثيرة جدا، وما رحمك إلهي لا نحصي لها عددا. يبقى مفعول به منصوب ماشي مظبوط. أنا مش بدرسكم اللغة العربية، لكن يعني شايف إن الغلطة دي مشهورة عند كثيرين بيقولوها، وربما تكون مطبوعة كده. الابسرمدية دي انزلت.